السلام عليكم متتبعينا الكرام. اليوم خرجنا للشارع العام باش نسولوا الناس على واحد الانسان اللي صدمنا كاملين. اولا حنا كجسم اعلامي لانه واحد منا وصديق وزميل والمغاربه اجمعين اللي كاملين حبوه ودخل القلب ديالهم، خصوصا فتره الحجر الصحي عبر البرنامج ديالو اللي كان يزورهم يوميا. اليوم خرجنا للشارع باش نسولوا الناس على الموت ديال صلاح الدين الغماري وكيفاش تقبلوه. فمن هذا المكان ديالنا كنعزيو العائله ديالو وكنوجهوا لها احر التعازي، ومن منبرنا هذا كنقول لهم ان لله وان اليه راجعون. السلام عليكم. بغيت نسولك على الاعلامي صلاح الدين الغماري، شنو تقدر تقول لي على الموت ديالو؟ صلاح الدين الغماري كان صراحه واحد اعلامي كبير، ملي كنا صغار وكنتفرجوا فيه في الدار في الاخبار، دوز معنا الحجر عطانا واحد عطانا نصائح. البارح كان شاهدنا واحد صراحة ما صدقناش وتعلقت على الباج، الله يرحمه مسكين أو يوسع عليه. هذا الشيء ما نقول لك. يعني كيفاش استقبلتي أنت الخبر؟ ما كناش كنعرفوا أنه مريض، ما شفناهش في السبيطار. في الأول صراحة ما لاحظتش شي باجات أنه مات وما تيقناش، ولكن ملي لاحظت لاباج دوزام الرسمية ديالهم أنه مات، إيوا هذا أجل الله بغاه، الله يرحمه مسكين. شنو بغيت تقول الاهل ديالو؟ الله يصبرهم والله يوسع عليه والله يدخل الجنه في النهار ان شاء الله. ولي شريف بغيت نسولك على صلاح الدين الغماري، كيفاش جاك الموت ديالو؟ والله جاتنا مفاجاه، والله يرحمه ويغفر له ويجزي له العافيه ويغفر للمسلمين جميعا. الله يرحمه الله يرحمه والله يصبر اهله. ولي بغيت نسولك على الموت ديال صلاح الدين الغماري الاعلامي اللي كان في القناه الثانيه، كيف جاك الموت ديالو؟ صراحه يعني جاتنا جميعا جميع المواطنين المغاربه فجعه كبيره، الصحافه المغربيه كذلك، وواحد الانسان اللي من دار واحد المجهود خصوصا جائحه كورونا، وكان تيوعي الناس وعى والدينا وعانا حنا كذلك، وتنطلبوا من الله الغفران والرحمه ان شاء الله في هذا الانسان الطيب والخلوق، وكذلك العائله ديالو اللي تنواسيهم وتنعزيهم في فقدان استاذ صلاح الدين الغماري، ونتمنى له ان الله وان اليه راجعون. قول لي، بغيت نسولك على الصحفي صلاح الدين الغماري، شنو تقدر تقول لي على الموت ديالو؟ شخصيه زوينه والله يرحمه ويغفر ليه، كان كيدافع على الناس، كان تيهضر على الناس في هذه الازمه ديال كورونا، الله يرحمه الله يرحمه. زعما كنت كتشوفي ايام الحجر الصحي؟ دائما كنا متبعينه، هذيك مع الاخبار دائما كنتبعوه، وشاني نقول لك مسكين الله يرحمه. ملي سمعت في الموت ديالو ما سمعتي كان مريض، ما سمعتي كان في السبيطار حتى مات هكا؟ لا ما عمرنا سمعناه كان مريض، سبحان الله زعما صحته بخير، باقي شاب باقي هذا، حتى سمعنا بان راه سكته قلبيه، ماشي زعما ماشي مريض ولا كان طايح في الفراش ولا هذا. كنطلبوا ربي الله يرحمه الله يرحمه ويغفر ليه الله يرحمه ويغفر ليه يا ولدي. قولي، بغيت نسولك على صلاح الدين الغماري، كيفاش تقبلتي انت كمواطنه مغربيه الموت ديالو؟ انا ما تقبلتهاش باسكو البارح بالليل شفتها في الانستغرام، ومشيت تنقلب في الفيسبوك وتنصيفط في الواتساب تنتاكد واش بصح. فريمون صدمه كبيره ديال اننا تنعرفوه من شحال هادي هو في التلفازه المغربيه، وطيله الكوفيد يعني هو معانا ودخل البيت المغربي والدراري الصغار والعائلات، زعما الله يرحمه. صعيبه صعيبه بزاف صعيبه بزاف. ما تقول الاسره ديالو الاهل ديالو؟ تنقول لكم معدانا واحد والبركه في راسكم، وهو ولد المغرب يعني ولد الاسره المغربيه كامله، والله يصبرنا كاملين. الصدمه هذه صدمات الجميع، المغرب كامل صراحه، عشان والديا كل شيء. تقش هذاك السيد تبارك الله، راه من شحال هذه حنا كنشوفوا في الاخبار وكبرنا معاه، ملي كنعقل كنتفرج في الاخبار كنشوفوا، الله يرحمه مسكين ويوسعها عليه. كتعرفي الصحفي صلاح الدين الغماري شوف البارح، شنو التعليق ديالك على الموت المفاجئ ديالو؟ بصح الموت ديالو كان مفاجئ بزاف بالنسبه ليا، حقاش يعني ما كان عنده حتى شي مرض حتى شي حاجه، موت يعني مفاجئ، و الله يرحمه مسكين وندعيو ليه بالرحمه والمغفره وشي اللي كاين. صلاح الدين الغماري راه كان عزيز علينا وكنا كنبغيو، وراه هو راه عزيز علينا، والله يواليه برحمه شي الله، والله يرحمه في هذا النهار هذا، وراه حنا حزينين كاملين كاع المغاربه، والله يصبر الاهل ديالو وولادو والعائله ديالو كامله.
الى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.